ما بغير شي بحياتي، بحبها لحياتي مثل ما هي صراحة. هلو واضح، أنا اسمي رولا بقسماطي، إعلامية ممثلة، عندي بنوت عمرها 5 سنين اسمها كايدي، بحب الحياة وبحب أحلم. أجمل ذكرى بحتفظ فيها من طفولتي، أوف كتير صعب الشي، في قصص كتير حلوة بس بتذكر كنت من أنا وصغيرة طفلة يعني، ولو العمر كتير كبير كنت عطول كأنه بعرف وين رايحة، كأنه بعرف أنه رح أوصل لأني مثل، لأنه كنت عطول عملت لهم ممثلة بالبيت، بيقعدوا كلهم وبقعد بمثل لهم أدوارهم إلهم شخصياتهم إلهم، معلمتي بالمدرسة كيف شو بقشع على التلفزيون بمثل. ما بعرف إذا بنتي رح تطلع هيك كمان لأنه شكلها على نفس الطريق. ماما 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 بلا هلأ تذكرت، أوقات بلتقى بعالم على الطريق بفكروني إنه ما بضحك. عجب. ببكي كتير. مسلسل باي ذا واي كنت عم بحضره، غير القصص يمكن الشخصية يمكن وقتها بكون متعلقة ببنتي مشتاقت لها، قلت هذا الشيء قبل، بس كنت عم بحضر مسلسل من يومين على القد اسمه When They See Us، كتير حساس كتير حلو، بنصح العالم على فكرة تحضره لأنه كتير بيأذي الإنسانية وكتير بيأذي قلة العدل بالحياة بتبكيني. أنا حدا كتير بالحياة بيمشي نهار بنهاره، وحدا كتير إيجابي وبيجرب ما يعتل هم، وأنا حدا عن جد يعني معروفة إنه ما كتير بعتل هم قصص، ما في حدا ما بيغلط أكيد definitely، في قصص يمكن ما بقول يا ريت تصرفتها بغير طريقة، بس مش شيء بغير لي مسار حياتي أو بندم عليه انه ما بقدر نام عم خدتي. اصعب شيء هي الامومه بس هي احلى شيء، غير هيك ما في شيء بقى محرز يعني. صعب الامومه بس قد ما بتعطي شيء حلو بتنسي صعوبتها.